مساء الخير، حلقة جديدة وتسعين دقيقة. أبتدي معاكم أخبارنا من مجلس الوزراء. مجلس الوزراء انتهى من اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا. الناس الحقيقة كانت منتظرة قرار بيخص الحظر. بعض الناس توقعت أنه هيتم تطبيق حظر كامل، خاصة بعد مشاهد الزحام اللي احنا شايفينها رجعت في الشوارع تاني. لكن الاجتماع النهاردة كان رئيس الوزراء طلب من المسؤولين تقرير يومي عن استيفاء احتياجات ومتطلبات المستشفيات، وتابع مع وزيرة الصحة وأيضا وزير التعليم العالي كل الترتيبات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا. وكمان كان في مراجعة للأرقام الخاصة بالإصابات وأيضا الوفيات. تفاصيل أكتر مع الأستاذ وليد عبد السلام، مسؤول ملف الصحة بجريدة اليوم السابع. أستاذ وليد، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بيك. يعني أهلاً، عايزين نعرف تفاصيل الاجتماع النهاردة، إيه اللي حصل؟ ورئيس الوزراء الحقيقة كان له بعض الطلبات وبعض التوجيهات لوزيرة الصحة ووزير التعليم العالي. هو الحقيقة النهاردة تم عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وهذه اللجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وحضر في هذا الاجتماع مجموعة من الوزراء على رأسهم السيدة وزيرة الصحة والسيد وزير التعليم العالي ووزير التموين والتجارة والتعليم والتعليم العالي ووزارة المالية والتنمية المحلية ووزارة الداخلية. وتناول هذا الاجتماع استعراض كافة جوانب أزمة كورونا وما تمر به مصر وموقف وزارة الصحة والوزارات المعنية بالمتابعة والمتداخلة مع وزارة الصحة في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية. في بداية الاجتماع تناولت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة شرح تفصيلي لمستجدات الوضع، وتكلمت عن مأمونية المخزون الاستراتيجي للمستلزمات والأدوية الطبية المستخدمة في عملية المكافحة. أيضا تحدثت عن التجهيزات والأجهزة الطبية المتعلقة بغرف العناية المركزة والأسرة المتعلقة بالرعاية المركزة، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في مستشفيات وزارة الصحة والتعليم العالي ووزارة الدفاع والداخلية. طب أستاذ وليد، يعني يمكن أكيد يعني كان في النهاردة أرقام اتقالت في الاجتماع، وزيرة الصحة أكيد عرضتها على سيادة رئيس الوزراء. أهم هذه الأرقام اللي اتقالت ودلالتها النهاردة لو إحنا بنتكلم على موقف مصر فيما يتعلق بفيروس كورونا، النهاردة مصر سجلت 160 حالة جديدة، وده أعلى معدل تسجيل يومي. 160 حالة النهاردة؟ وده أعلى معدل تسجيل يومي منذ أن بدأت الأزمة في منتصف شهر فبراير وحتى الآن بنسبة 6.8. وبلغ إجمالي الإصابات على مستوى الجمهورية 2350 حالة حتى الآن. بالنسبة للوفيات، النهاردة كان عندنا زيادة في عدد الوفيات بحوالي نسبة 7.8، ودي مش أعلى نسبة، لأن سبق قبل كده كان عندنا مسجلين قبل كده في الأيام الماضية 17 حالة، وكانت النسبة المئوية بتاعتها 12.5%، في حين أن النسبة الكلية لعدد الوفيات على مستوى الجمهورية بفيروس كورونا هي 7.5% بإجمالي عدد وفيات 178 حالة. النهاردة أيضا تحدثت الوزيرة عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج العينات بتاعتها من الإيجابي إلى السلبي، وبلغت 683 حالة. والحالات التي تعافت وخرجت تماما من المستشفيات العاجلة بلغت حوالي 514 حالة. أيضا ضمن التقرير اليومي التي استعرضته السيدة وزيرة الصحة، قالت أن معدل الإصابات في مصر وصل إلى 26 حالة لكل مليون مواطن، بينما كان معدل الوفيات هو حالتين لكل مليون. أيضا ما جاء في فيما يتعلق بمسألة الأرقام،
هو توزيع ما يقرب من 65,200 كاشف سريع على مستشفيات الصدر والحميات والعزل على مستوى الجمهوريه لبدء عمل التحاليل اللازمه للاطقم الطبيه وجيش مصر الابيض حتى نضمن عدم اصابته باي امراض وبائيه واي مشاكل صحيه متعلقه بالفيروس، لانهم يمثلهم الى مصر والى وزاره الصحه هم خط الدفاع الاول اللي بيستطيع مواجهه هذا العدو الغامض وهذا الفيروس الجديد الذي ما زالت هناك جوانب كثيره غامضه في دورته وعلاجه. يعني استاذ وليد، الحقيقه في ناس بتقول انه ارتفاع الاصابات ده بسبب انه في حالات احنا ما بنكشفش عليها، يعني انه احنا في بعض الحالات احنا مش عارفين ان هي عندها كورونا لان ما بنكشفش عليها، بنكشف عليها متاخر. خلينا نفرق يا فندم دلوقتي، الحالات التي المسجله في وزاره الصحه هي الحالات التي تم تتبعها من خلال المخالطين والمخالطين غير المباشرين وتم تسجيلها فعليا. هل في حالات ثانيه لم تسجل؟ ممكن يكون في، طبعا قطعا ممكن يكون في حالات لم يتم تسجيلها من خلال وزاره الصحه وتعاني من المرض، لكن خلينا نقول ان 85% من الحالات التي تصاب باعراض كورونا تشفى تماما بدون اللجوء الى المستشفيات او تناول اي بروتوكول علاجي، في حين ان 80% من الحالات اللي بتصاب بالكورونا لا تظهر عليها الاعراض. ولو احنا بنتكلم على الكواشف السريعه يعني نسبه نجاحها مش كبير جدا، وبالتالي برضه ما بتقدرش تكشف. فوارد ان يكون في حالات خارج السياق وشجره المخالطين اللي بتقوم وزاره الصحه بتتبعها، لكن احنا بندعو كل المواطنين اللي يظهر عليهم الاعراض عشان نقدر نجيب حصيله من المسجلين رسميا ويمكن تتبعهم، ان الناس تروح اي حد يظهر عليه الاعراض متعلقه بفيروس كورونا يتوجه فورا لمستشفيات الحميات او الصدر او المستشفيات المتعلقه باستقبال. طيب استاذ وليد، النهارده زي ما حضرتك ذكرت انه 160 حاله وده اعلى معدل احنا أعلى وصلنا له منذ بدايه الازمه في منتصف شهر. السبب يا فندم ايه؟ هو السبب ان طبعا ده متعلق بوجود الكشف، يعني جهاز الترصد المتعلق بوزاره الصحه بتاع الطب الوقائي قدر يترصد ويوصل لاعلى حالات ممكنه من خلال تتبع المخالطين والمخالطين غير المباشرين، وبالتالي كانت الحصيله النهارده مرتفعه. احنا بندعو ليه الناس دكتوره جيهان النهارده، ان الناس لازم نقفل على نفسنا ونطبق كل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه ونلتزم بالتعليمات الحكومية بشكل منضبط علشان ما يكونش في تفشي وبائي أزيد من المعدلات اللي بنرصدها على مدار اليوم. احنا لو بنتكلم على النهاردة هنلاقي نفسنا في اليوم الرابع في الأسبوع التاسع، يعني مر حوالي أكثر من 60 يوم تقريبا على بداية الأزمة أو أقل قليلا، مسجلنا الألف حالة الأولى في 51 يوم، بينما تم تسجيل الألف حالة الثانية في 8 ايام. معنى كده ان الناس برضه ما زالت لم تلتزم، فاحنا بندعوهم ان اي حد لازم يلتزم بالتعليمات وبالاجراءات الوقائيه والاحترازيه والبعد عن التخالط والمخالطه، ايضا في ذات الوقت ان اللي عنده اعراض او تظهر عليه الاعراض يتوجه بشكل مباشر لمستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهوريه. عندنا الخط الساخن. استاذ وليد، هل ممكن بعد استخدام هذه الكاشفات الجديده نلاقي عدد اصابات اكثر يظهر عندنا؟ هو بالنسبه للكواشف السريعه، الكواشف السريعه دي متعلقه بالفريق الطبي فقط، يعني هيتم الكشف فيها فيها للفريق الطبي. طبعا اي حالات هتبقى مشتبه هيبقى مشتبه فيها او يظهر في الكواشف السريعه وجود اجسام مضاده لفيروس كورونا هيتم على طول عمل تحليل اللي هو الاكثر دقه، وتحليل البي سي ار علشان نقدر نحدد كميه الفيروس ومدى تفاعله مع الشخص اللي هو موجود في العيش. طيب حضرتك تنصح بايه بقى؟ احنا بنتوجه النهارده لكل الناس بضروره اتباع الاجراءات الوقائيه والاحترازيه، التغذيه السليمه، واتكلمنا قبل كده على فكره رفع الحاله المناعيه من خلال التغذيه السليمه، والناس كلها عارفه من خلال طبق السلطه الخضراء، تناول البروتين، البعد عن تناول الاكلات والوجبات السريعه، دايما بنحافظ على فكره النصيحه الذهبيه
التي تقي من كل المشاكل الصحية المتعلقة بالميكروبات والجراثيم والأوبئة والفيروسات وما إلى ذلك، وهي غسيل الإيد من 20 إلى 40 دقيقة، البعد عن المخالطة ونحافظ على المسافة الاجتماعية ما بيننا وما بين الأشخاص اللي احنا بنتعامل معاهم، أيضا ارتداء الكمامة لا بد أن يكون بشكل منضبط، مش بكل الحالات، علشان الكمامة ممكن تصبح مصدر للعدوى وأيضا الجوانتي. فالفكرة إن احنا نلتزم برضو بعدم الذهاب في أماكن الزحام، التسوق الآمن من وقت إلى آخر في غير أوقات الذروة، ده مسألة مهمة جدا لكل الناس. بشكر حضرتك أستاذ وليد عبد السلام، مسؤول ملف الصحة بجريدة اليوم السابع.